الكلام generally speaking الكوميتابيليتي is a concern for quality control material worldwide سواء كنا بنتكلم عن الاكسترنال او الانترنال كواليتي كنترول. طيب وعشان ننسست على اللي قلناه يعني كنوع بس من التاكيد ان الكوميتابيليتي دي بتفرق في response of analytical system للكيو سي ماتيريال وهل هو the same response as its response for patient samples ولا لا. هل ده معناه ان ممكن يبقى فيه bias detected from certain analytical system with QC material لكن ال patient samples ما يبقاش فيه bias حقيقي؟ بيحصل وهنتكلم على يعني احد الامثله لده. يعني احيانا بيبقى فيه حاجه sensed في ال QC material لكن مش sensed في ال patient samples. اوكي فما يبقاش فيه real problem في ال analytical system. اوكي ويبقى ال biased response في الحقيقه هو ال QC material. اوكي طبعا ده مش معناه ان احنا بنجيت false response او false evaluation لعديد من الاسباب طبعا يعني اهمها ان احنا evaluated against our peer groups وده يعني اتعمل عشان يكفر المشاكل دي يعني عشان نكفر مشاكل الكوميتابيليتي وماتريكس افكت فاحنا يعني بقينا بنتقارن against الناس اللي يعني performing او testing with the same technology with the same reagents وهكذا. اوكي فلو انا biased عنهم يبقى انا يعني it's likely ان انا عندي مشكله فعليه. اذا الكوميتابيليتي وال assignment of target values through reference methods وبالتالي ان احنا نقدر نكومبلاي مع يعني او نحقق ناتشيف حاله ستاندردايزيشن للميجرمنت بروسيدرز بشكل عام دي كلها حاجات حلقات بتوصل لبعض. طيب كنا بنتكلم عن اهم الحاجات اللي يعني ماي ادفايس ان المعمل يهتم بيها to prevent non-appropriate follow-up. Non-appropriate monitoring for proficiency testing results. ان البروسيس تبقى not well defined. يعني ايه؟ يعني it's not well defined هو مين اللي responsible for testing اساسا بس يمكن دي يعني تبقى مش هي المشكلة الكبيرة لكن هو مين responsible عن follow-up. اوكي؟ ولو في مشكله ازاي الانفستيجيشن بتاعها بيتم وازاي يتم في تايملي وازاي يتم الكوميونيكيشن اوف ذا اوتبوت اوف ذيس انفستيجيشن مع التكنيكال ستاف مين مسؤول عن ايه وايه البروسيدجرز او البوليسز اللي المعمل بيتبعها ده احيانا كتير بيبقى نوت ويل ديفايند اصلا وده بيبقى سبب المشكله lack of staff awareness and training الحاجات المشهوره جدا طبعا اللي احنا بنقابلها lack of quality specialists knowledgeable enough احيانا كتير بيبقى المعمل lacking quality specialists quality specialists دول مش شرط يبقوا ناس هم بتوع quality بس يعني whatever ممكن يبقى الquality specialist ده ممكن يكون lab director نفسه ممكن يكون technical manager ممكن يكون physician clinical pathologist او other laboratory professionals لكن في النهايه يكون في حد quality oriented يكون في حد oriented with the quality standards oriented مع best practice oriented with relevant guidelines احنا قدام حقيقه ان ال quality specialists بي initiate كتير من ال يعني ال الإديوكيشن اللي المفروض يتم فيما يخص الكواليتي ايشوز لان على الجانب الاخر احيانا كتير التكنيكال مانجرز والتكنيكال سبيشالستس واللابراتوري دايركتورز بيكونوا مشغولين بحاجات كتير يعني بيكونوا مشغولين بحاجات كتير في التكنيكال والاوبريشنز طبعا لو بنتكلم على المستوى الاكاديمي بتكون المشاغل اكتر في الإديوكيشن وفي الريسيرش وهكذا فبالتالي يعني محتاجين نطمن ان في ناس اساينز assigned للكواليتي
تاسكس يعني whatever هو اسمه ايه او البوزيشن بتاعه او التايتل ايه مش ده الموضوع يعني. lack of lab director and responsible managers supervision in such responsibilities يعني اوقات كتير بيبقى دور المانجمنت هو اللي بيبقى defected اوكي وطبعا معروف يعني في اي مانجمنت جايد لاينز بقى في الدنيا في اي كواليتي ستاندردز حتى في المعامل في الهيلث كير دايما بنتكلم عن المانجمنت كوميتمنت عن الليدرشيب والحقيقه ان البرفورمانس اوف بروفيشنسي تيستينج او الاكسترنال كواليتي اسسمنت ريليتد ايشوز دي بتعتبر عالميا في معظم الستاندردز يعني اللي انا اطلعت عليها بتعتبر من الحاجات اللي يعني responsibility بتاعتها should be under supervision of lab director okay حتى لو في delegation بقى يعني بس يعني في الاخر دي a very serious responsibility okay لازم اللاب director يapprove ال PT participation لازم يapprove ال satisfactory or unsatisfactory results لازم يapprove ال corrective actions وهكذا. يبقى management commitment دور ال quality specialists ال staff awareness بشكل عام البروسيس ديفايند ولا لا والبروسيس ديفايند دي ليها علاقه بالايتم ده الماس كوميونيكيشن اند لاك اوف كوبريشن بين كواليتي اند تكنيكال ستاف من الحاجات برضو اللي يعني اللي عايشناها ان احيانا بيبقى فيه يعني كواليتي اساين بيرسونز هم يعني بيحاولوا يتابعوا بيحاولوا ينيشيت كوركتيف اكشنز بس ما فيش كوبريشن مع التكنيكال ستاف. التكنيكال ستاف بقى سواء كنا بنتكلم على الستاف اللي يعني الاوبريتورز اب تو التكنيكال مانجرز وبالتاكيد المسؤوليه الاكبر على التكنيكال مانجرز مديرين الوحدات مثلا او ما شابه. الكوبريشن بينهم وبين الاشخاص المسؤولين عن متابعه البروفيشنز تيستنج ده مهم جدا. lack of integrated quality assurance activities. الانتجريشن هنا المقصود بيه الانتجريشن بين الاليمنتس اوف كواليتي اشورنس حتى يعني بغض النظر ان احنا من شويه عرضنا سلايد اتكلمنا على ان الكواليتي ان ما ننساش ان البروفيشنسي تيستينج هو جزء من 1 اسينشال من 12 كواليتي اسينشالز مشهورين طبقا للجايد لاين بتاع الكواليتي اسينشالز المشهور جدا. لكن في الحقيقه هو مش ده يعني حتى لو هنتكلم جوه الكواليتي اشورنس جوه دايره الكواليتي اشورنس وليس الهول كواليتي مانجمنت سيستم حتى لو هنتكلم على الانترنال والاكسترنال كواليتي كنترول اوقات ما بيبقاش فيه سفيشنت انتجريشن بين الاثنين. الاثنين بيكملوا بعض الاثنين بازل بيسز زي ما عرضنا صوره البازل بيسز كده واحنا بنتكلم على الكومباريزن بين الانترنال والاكسترنال كيو سي تمام. احيانا كتير الصوره بتكتمل اذا ما كانش باستمرار الصوره بتكتمل بيهم هما الاثنين مش بالبروفيشنال تيستنج بشكل isolated عن الانترنال كيو سي لان دي برضو براكتس او رونج براكتس بيحصل في كتير جدا من المعامل. الانترنال كيو سي احنا بنعمل له ايفالويشن داي تو داي او وات ايفر يعني حتى لو بيتعمل له ايفالويشن بشكل اوبتيمال يعني بشكل isolated لوحده والبروفيشنال تيستنج ريزلتس بيتعمل لها ايفالويشن وانفستيجيشن لوحدها apart from الكيو سي والمونثلي ريفيو اوف كيو سي والشارتس والترندز اند سو اون. الستاف شورتج طبعا يعني خصوصا لو بنتكلم يعني كتير من الحاضرين هم في اماكن جفرمنتال اوكي فدي حاله بالتاكيد ممكن توصلنا ان نون ابروبريت فولو اب. اماتيور ليفل اوف انفورماتكس يعني مش عايز اقف قوي عند النقطه دي بس يعني المودرن لابوراتوريز يعني في العالم بيبقى فيها ال اي اس advanced LIS functionalities بتساعد على المونيتورينج of internal and external QC. طيب تاني بنتكلم على best practice والcompliance. لو هنتكلم على الcompliance هنا دي سكرين شوت من واحده من البوليسيز بتاعت الايجاك الايجيبشن اكريديتيشن كونسل المسؤول عن اعتماد المعامل اكوردنج للايزو 15189 يعني في حاله الميديكال لابز يعني مهم ان احنا نكومبلاي مع سياسات الايجاك اوكي يعني حاجه ما ينفعش تقع مننا لو احنا سيكينج اكريديتيشن يعني مثلا هنا الايجاك في اخر بوليسي ليه
بيتكلم عن ان المعمل لازم عشان يقدر يأبلاي للأكريديتيشن اساسا لازم يباس في اتليست 75% من بروفيشنز تيستينج سايكل كامله، اوكي، ولازم ان هو يبعت نتائجه للايجاك بشكل منتظم كل 6 شهور، تمام، وان كل 6 شهور لازم يكون في نسبه سكسس معينه وهكذا. وان الايجاك من حقه لو المعمل اكريديتد ان هو يعلق يسسبند الاعتماد بحاله ان حصل فيليرز في البرفورمانس بتاع المعامل. اوكي، فبالتالي الكومبلاينس للريجيلاتوري اور اكريديتيشن بادي بوليسز تاكيد حاجه مهمه جدا. طيب لما نتكلم على النوليدج ريكوايرد تو انتربريت الاكسترنال كواليتي اسسمنت ريزلتس وانهانس اليوتيليتي بتاعت البارتيسيبيشن زي ما اتفقنا، لازم يكون اللاب ستاف عندهم فكره عن الكواليتي كنترول الاي كيو اي ماتيريال. اتكلمنا في البدايه عن الايديال PT material properties. ده بيخلينا على الأقل في الانفستيجيشن لما هنتكلم على الترابل شوتينج، أوكي، يعني بنحط ده في الاعتبار بشكل أو بآخر، حتى لو كان يعني السسبكشن of EQA material problem مش هو رقم واحد بالتأكيد، ولا حتى رقم اثنين ولا ثلاثة، لكن في الآخر هي حاجة to be considered يعني في مكانها. لازم يكون في المام بيزك ستاتستكس، تمام. طريقه الاساينمنت اوف تارجت فاليوز، هو انا التارجت فاليوز المين فور كومباريزن اللي انا ايفالويتد اجينست ده اسايند ازاي؟ مهم قوي ان انا افرق بين انواع الاساينمنت اوف تارجت فاليوز وبين التارجت فاليوز اوف ديفرنت جروبس، اوكي، البير جروب او الناس اللي بيستخدموا نفس الانسترومنت نفس الميثود نفس الريجنتس، وبين الاول ميثود جروب او كل البارتيسيبنتس المين كومباريزن بتاعهم. التفرقه بين الديفرنت كلاسز دي مهمه قوي. وفي الاخر سيرتنلي طبعا لازم يكون عندي فكره عن الايفالويشن كريتيريا، اوكي، هو انا الايفالويشن بيتعمل بيزد اون ويتش كريتيريا وايه الاكسبتنس ليميتس، ويبقى عندي قدره ان انا يعني اعمل ترابل شوتنج. يعني يمكن هنا بس يعني طبعا الترابل شوتنج بشكل عام، الترابل شوتنج اوف فيليرز دي ليها رود ماب يعني مشهوره، لكن يعني يمكن هنا يعني بمنشن بوينت معينه التكنيكال ترابل شوتنج مثلا، وباشير لبعض التريكي سيتويشنز. بعض التريكي سيتويشنز زي حاجه اسمها البتوين لوت فاريشنز، دي يعني مثال، لو يمكن ده حاجه سبيسيفيك ايشو كده، بس يعني مفيش مانع ان احنا نذكرها كمثال لبعض الحاجات التريكي اللي ممكن نقابلها. ان اختلافات الريجنت لوتس اوقات كتير بتبقى سبب في شيفت يحصل في الكيو سي ماتيريال، فلازم تو بي اسسد. يعني بالمناسبه اللوت الريجنت لوت فاريشنز من الحاجات ايضا، يعني عارف ان انا عملت منشن للبوينت دي اكتر من مره النهارده، لكن يعني انا شايف ان هي ايشو امبورتنت تو بي ريزد. يعني موضوع الكوميوتابيليتي ده من الحاجات الريليتد لللوت لوت فاريشنز. يعني ايه؟ يعني it's reported في studies كتيرة published ان اختلافات ال lots of reagents اوقات بيسمع sensed في ال QC material لكن not sensed في ال patient samples، اوكي. فلما يحصل عندي variation مفاجئ ما بين lot للتاني، انا محتاج verify ان من خلال patient samples، اوكي. بس ده موضوع الحقيقة يعني موضوع لوحده،
فيعني ممكن يعني ان شاء الله اذا يعني جمعنا ميتنجز اخرى نبقى نتكلم فيه. بس يعني اللوت فيريفيكيشن ده حاجه ده ريكويرمنت على فكره في كتير من الستاندردز, والبروتوكول بتاعه بيبقى فيريفيكيشن ثرو او فيريفيكيشن باي يوزنج بيشنت سامبلز. يعني لما عاوز افريفاي لوت جديد اشتغل عندي ان ده از اوكي اند از ريبروديوسينج ذا سيم يعني performance and same results as the previous lot. Okay, فأنا شود إن أنا run patient samples على lot ال previous وال current lot. Okay, not QC material يعني. طيب ال basic statistics, أنا محتاج أتعرف على target values, محتاج أتعرف على ال standard deviation وال Z score. ال Z score ال أشهر indicator في التقييم بتاع أداء المعمل. البايس بيرسنت حاجه مهمه جدا ومرتبطه بمفهوم البيرميسيبل رينجز زي ما ESfEQA بتسميه. اوكي, او بتتسال البيرميسيبل رينجز دي ليها علاقه او ايكويفالنت لما يسمى الالاوبل توتال ايرورز. شورت جرافس, الجرافس العاديه ان احنا البوينتس بتبقى بلوتد فيها اوفر السامبلز او اوفر التايم يعني. الفريكونسي دايجرامز, الانسرتينتي يعني, اند اذر درايف بارامترز يعني. دي يعني انا يعني مش ستاتستكس قوي يعني, لكن هي سام بيزك ستاتستيكال يعني ميجرز يعني, مش حاجه يعني كبيره. اوكي, بس برضو الالمام بيها بشكل كويس مهم جدا. طيب هناخد اول ايتم البيزك ستاتستيكال كالكوليشن متعلق بالتارجت فاليوز بسرعه كده. هو احنا ايفالويتد اجينست او احنا كومبيرد اجينست تارجت فاليو. اوكي, هناخد كيس معينه, سبيسيفيك كيس ان احنا وي ار تيستينج على اناليتيكال سيستم معين لشركه بالانالايزر بتاع شركه معينه. فانا كومبيرد اجينست البارتيسيبنتس اللي في برنامج ESfEQA اللي رانينج السامبلز على نفس الجهاز ده. اوكي, فبالتالي الـ most common approach ان انا بتقارن against الـ peer group اللي ليهم الـ similar technology, ويبقى compared against الـ mean بتاع الـ group كله. الـ approach ده اسمه robust statistics. اوكي, ان هم بياخدوا النتائج وبي remove الـ outliers يعني, ليها قصة كده في الـ statistics معروفة. ممكن يبقى في ليميتيشن للابروتش ده في حاله ان البارتيسيبنتس اللي يوزنج السيم تكنولوجي قليلين. اوكي, فبالتالي من الحاجات المهمه قوي ان انا دايما في تقارير البروفيشنز تيستنج عند كل بارامتر انا محتاج ان انا اشوف القي نظره على النمبر اوف لابز. اوكي, النمبر اوف لابز لو قليل ده بالتالي يعني بالتاكيد بيدي ريلايبيليتي اقل للايفالويشن على بعضه, وفي يعني ليميت معين لو اقل منه يعني لو اقل من خمس معامل, خمس اجهزه في الجروب الواحد ESfEQA is not يعني does not do any statistical evaluation اصلا لو العدد اقل من خمسه. اوكي, وبالتاكيد كل ما العدد يزيد يبقى افضل. عندنا فالتارجت فاليو هنا evaluated او processed من خلال الروبست statistics. اوكي, نفس الاستاتستكس دي ممكن تتعمل بس بدل ما نفس البير جروب اللي بيستعمل نفس الانسترومنت نفس الميثود نفس الايجنت يبقى اجينست اول ميثود جروب, كل الميثودز كل الناس اول بارتيسيبنتس. اوكي, طيب سؤال سريع يعني, لو كنا في مراحل من الوقت يعني كنا حاولنا يعني نتفاعل مع بعض, هل الايفالويشن اجينست الاول ميثود جروب او الاول بارتيسيبنت جروب ده حاجة advantages ولا لا؟ ده حاجة كويسة ولا لا؟ اوكي؟ طيب الرد على ده باختصار وبسرعة ان هو ideally المفروض ان هو يبقى حاجة يعني very elegant ان انا الريزلت بتاعتي compared to المين بتاع كل الناس. اوكي, كل الميثودز الناس اللي يوزنج بقى ديفرنت انالايزرز وديفرنت ريجنتس. فمثلا لو انا المين بتاعي لو انا الريزلت بتاعتي كومبيرز ويل تو ذا مين اوف اول ميثودز او اول بارتيسيبنتس يبقى دي حاجه يعني عظيمه. اوكي,
ده الايديال سيتويشن. اللي مش حاصل مش حاصل ليه؟ نرجع لورا، اتكلمنا عن مشاكل في حاله الستاندردايزيشن بشكل عام. حاله الستاندردايزيشن الناتجه عن ايه؟ او قصدي حاله الستاندردايزيشن اللي فيها ديفكتس نتيجه ايه؟ اتكلمنا النهارده عن الكوميوتابيليتي اوف سامبلز، اتكلمنا عن ده لانها حاجه بروبرتي اوف بروفيشنسي تيستنج ماتيريال. لكن في الحقيقه في اسباب اخرى لعدم اكتمال حاله الستاندردايزيشن، وهي ان في بعض الاسيز في اللابوراتوري ميديسن ما فيهاش افيلبل ريفرنس ميثودز اصلا. ويمكن دي حاجه بتحصل بره دايره الكيمستري بشكل اكبر بكتير. اوكي، لما بنتكلم على بعض يعني نسبه من الاميونو اسيز، لما بنتكلم على سبيشالتيز اخرى، احيانا بيبقى ما فيش ريفرنس بروسيدير، اوكي، ريفرنس ميثود جولدن ستاندرد مش موجود اساسا. اوكي، فده بيتسبب في انتر انالايزرز او انتر ميثود فاريشنز واسعه جدا. على سبيل المثال دي حاجه معروفه في الاميونو اسيز في التيومر ماركرز. على سبيل المثال احيانا بنلاقي نفس البيشنت سامبل ممكن تران على تو انالايزرز، اوكي، لشركتين، ممكن نلاقي دبل الريزلتس، اوكي، والجهاز ده از اندر كنترول والجهاز ده از اندر كنترول. ده ناتج عن ديفكت في حاله الستاندردايزيشن. اوكي، بالتاكيد دي حاجه نون ديزايربل. احنا يعني بيتكلموا ان احنا يعني كتير جدا من الكونفرنسز والايفنتس والبابليكيشنز على مدار السنوات اللي فاتت بتتكلم هاو تو اتشيف هارمونايزيشن اوف بيشنت ريزلتس. ازاي ان انا يبقى اقدر ريبروديوس ذا سيم ريزلتس بتوين ديفرنت انسترومنتس، بتوين ديفرنت لابس، بتوين ديفرنت كانتريز، اوكي، بتوين ديفرنت تكنولوجيز. لكن بما ان انا عندي حلقات مهمه في الخريطه بتاعه الستاندردايزيشن او في اللي بيسموها البيلرز اوف ستاندردايزيشن ديفكتد او نوت افيلبل او فيها تشالنجز، فبالتالي مش هقدر احقق ده. طب ده له ايه علاقته بالاساينمنت اوف تارجت فاليوز؟ علاقته بان انا احيانا لو انا كومبيرد للتارجت فاليو بتاع كل البارتيسيبنت ممكن يبقى ده يعني نون ايديال ابروتش، نون اوبتيمال ابروتش، ممكن يبقى بروبلماتيك ابروتش. اوكي، لان انا ممكن ابقى كومبيرد اجينست مين، الاقي نفسي انا بايزد عنه، الاقي الايفالويشن بتاعي ان انا نون انساتسفاكتوري، رغم ان انا يعني بالعاميه يعني عامل اللي عليا، الميثود اندر كنترول، ما عنديش ريل اناليتيكال بروبلم، او يعني ما عنديش ريل بروبلم عموما في الاناليتيكال سيستم يعني اند اذر ريليتد ايشوز يعني، لكن انا بايزد او انساتسفاكتوري نتيجه نون ايديال او يعني نون ابروبري تارجت فاليوز. اوكي، طيب هل ده معناه ان انا to be evaluated against all methods او all participants mean حاجه يعني خلاص نون ابروبري بقى ونون ديزايرد؟ طيب ESfEQA approach ان احنا ان الريبورت حضراتكم هتلاقوا نفسكم evaluated او your results evaluated against the same يعني the peer group اللي هم same instrument، وهتلاقوا نتائج حضراتكم ايضا evaluated against all methods group. دي حاجه ESfEQA حريصه ان هي تتعمل. ليه؟ على اساس ان احنا مش معنى ان احنا مش قادرين نحقق يعني مش قادرين نحقق حاله الهارمونايزيشن، مش معنى كده ان احنا ما نلقيش نظره عليها. يعني ده معناه ان انا لو انا compared well to the all participants mean، دي حاجه كويسه. طبعا حاجه كويسه، تمام، وخصوصا في الحاجات اللي حاله الستاندردايزيشن فيها افضل، زي عديد من الكيمستري بارامترز. يعني طبعا حضراتكم عارفين كويس قوي ان في بعض البارامترز يعني بعض البارامترز في الكيمستري زي الكوليسترول مثلا، زي الجلوكوز وغيره، الحاجات دي اتعمل عليها ستاديز كبيره جدا، كان فيها انتجريشن ما بين كلينيكال انستيتيوتس وما بين مترولوجي وما بين يعني اناليتيكال ورك، كان يعني خرج لنا في الاخر حاله ستاندردايزيشن كبيره جدا للكوليسترول وللجلوكوز وغيره من البارامترز في الكيمستري،
واللي ريفلكتد بالمناسبه على الريفرنس رينج او على الكلينيكال ديزيشن ليميتس بتاعه البارامترز دي. فبالتالي اكسبكتد ان الحاجات دي تبقى هايلي هارمونايزد بتوين هايلي هارمونايزد بتوين الاجهزه المختلفه. فلما الاقي نفسي بكمبير ويل في الكيمستري او في بعض البارامترز اللي زي دي مع الاول بارتيسيبنتس مين دي حاجه كويسه. اوكي اذا القصد هنا ان الاول ميثود ايفالويشن تراكي انا ممكن اكمبير ويل يعني بشكل بالصدفه يعني الاقي نفسي النتيجه بتاعتي قريبه منه لكن انا ممكن يبقى عندي مشكله والعكس صحيح انا لما بقرب منه دي حاجه ديزايرد فيعني بس هو ما ينفعش يبقى السول ايفالويشن كريتيريا. اوكي ده القصد يعني. فعشان كده استل اكوردنج تو ال يعني الافيلبل تكنيكال اسبيكتس يعني اوكي فاستل الافضل ان انا اتقارن بسيم انسترومنت جروب سيم ميثود جروب and so on. Okay, we okay. نتقارن يعني evaluated against the all method group أيضا أو all participants لكن ما يبقاش ده السول criteria. قلنا في ESfEQA طريقة generation أو assignments of target values هي من خلال consensus أو robust statistics. في بعض special cases بيبقى فيه assignment of values من خلال reference methods. اوكي بس يعني في حالات special بقى حاجات التوكسيكولوجي مثلا بيبقى فيه يعني العينات بتبقى measured من خلال كروماتوجرافي تكنيكس بكتيريولوجي مثلا testing في reference labs حاجات يعني special cases. الزد سكور زي ما قلنا اشهر ميجر يعني ايه هو الزد سكور. الزد سكور ببساطه هو حاجه بتنورمالايز الفروق بيني وبين النتائج. يعني خلينا ندسكاس كيس كده ان انا عندي دي ماي اون ماي لاب ريزلت ودي التارجت فاليو او المين فور كومباريزون. اوكي طبعا ده يعني فرق بسيط قوي بس خلينا اوكي احنا 28.36 28.46. اوكي الفرق ده او whatever انا نتيجتي البيومن 2.8 البيومن 3.4. اوكي في فرق ده مقداره كذا. الفرق ده significant ولا لا؟ الزد سكور او في بعض البروجرامز بيتسمى الاس دي اي هو ميجر او انديكيتور اتعمل عشان ينورمالايز الفروق عن طريق ان الفرق ده بي divided by the standard deviation. يعني كأن الفرق ده بيتشاف هو جواه كام multiple standard deviation. اوكي فده يدي normalization يديني الفرق ده significant قد ايه. طيب هو and بقى ال standard deviation نفسه بيتحسب ازاي؟ ال standard deviation نفسه المشهور اللي كلنا عارفينه الستاندرد ديفيشن هو تعبير عن الديسبيرشن اوف ريزلتس. اوكي بالطريقه العاديه اللي كلنا عارفينها في البيزك ستاتستكس. بس الحقيقه ان مش ده الابروتش اوف ESfEQA. بمعنى ايه؟ بمعنى ان تكمله الروبست ستاتستكس ان احنا ممكن زي ما بناخد التارجت مين من خلال البارتيسيبنتس ممكن في ابروتش ان انا ببروسيس الداتا وبشوف الستاندرد ديفيشن بين المعامل وبعضهم يبقى هو ده الستاندرد ديفيشن وارجع احسب الزد سكور من خلال ان الفرق بين نتيجتي وبين المين فور كومباريزن اقسمه على الستاندرد ديفيشن. لكن في حاله ESfEQA الحقيقه احنا بنتبع ابروتش مختلف ان احنا بنحط بري ديفايند ستاندرد ديفيشن. بري ديفايند ستاندرد ديفيشن من خلال ان احنا يعني من خلال البرميسبل رينجز اللي احنا يعني هنحاول نتكلم عنها في allowable errors established من خلال ESfEQA زي ما established من خلال
كل الاي كيو اي بروفايدرز الموجودين ومن خلال جهات علميه كبيره الالاوبل ايررز دي او في حاله ESfEQA بنسميها البيرميسبل رينجز فراكشن منها بعتبره هو ده الستاندرد ديفيشن وبرجع اديفايد الفرق بين نتيجتي والتارجت فاليو على الستاندرد ديفيشن البري ديفايند ده. طيب كون الستاندرد ديفيشن يبقى بري ديفايند بدل ما يبقى جنريتد من البروسيس داتا ده افضل ولا لا؟ يعني كل واحد له مميزات وعيوب، لكن يعني في حاله ESfEQA الميزه ان هو بيقارن الفروق دايما ببري ديفايند فاليو ليها علاقه بال الاوبل ايرور. اوكي، فده بيستاندردايز شويه اسلوب المقارنه. البايس بيرسنت، البايس بيرسنت هو يعني ببساطه شديده البيرسنت اوف ديفرنس او بتتسمى البيرسنت اوف ديفيشن، الفرق بين نتيجتي وبين التارجت فاليو مقسومه على التارجت فاليو نفسها. اوكي، بس يعني في شكل صوره مئويه ده البايس بيرسنت. اوكي، بيتقارن بالالاوبل ايررز او بالبيرميسبل رينجز. في ESfEQA في 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 دوكيمنت لوحده، يعني في دوكيمنت منفصل اي ثينك ان هو افيلبل على الويب سايت للبيرميسبل رينجز بتاعت ESfEQA، بتبقى موجوده في اول الريبورت، في اول كل ريبورت. بس الحقيقه البيرميسبل رينجز اللي حضراتكم هتلاقوها مكتوبه في اول ريبورت فيها كتير من الاس اي يونتس، او يعني اليونتس اللي هي مش مستخدمه في مصر، مش الكونفنشنال يونتس بتاعتنا. اوكي، لكن في دوكيمنت على الويب سايت بالبيرميسبل رينجز ويز كونفنشنال يونتس، فهتلاقوا مثلا الجلوكوز مثلا مسموح فيه لغايه 10% ديفرنس مثلا يعني. طيب في الاخر احنا اتكلمنا على تارجت فاليوز، على ستاندرد ديفيشن مبني عليه زد سكور، على بايس بيرسنت. في الاخر الاكسبتنس كريتيريا بتاعتي ايه؟ اكسبتنس كريتيريا هي الزد سكور، ان هو يبقى اقل من 2 ده الايديال، من 2 ل 3 الابسوليوت فاليوز بتاعته، يعني ده بنعتبره وورنينج، اعلى من 3 ده بنعتبره unsatisfactory او يعني ما يسمى action signal، يعني ده you should do corrective investigation and corrective action. كنت يعني مش للوقت مش هقدر اتكلم قوي عن المدارس المختلفه بتاعه البيرميسبل رينجز، لكن يعني اقدر اقول بس سريعا ان ESfEQA ليها permissible ranges derived من البيولوجيكال variations. بس يعني مش البيولوجيكال variations نفسها، يعني لو حضراتكم عارفين الكلاسيفيكيشن بتاع التوتال allowable ايرورز او الليمتس المنشوره عالميا، الليمتس الاستابليشد لكل بارامتر هو ايه المسموح بيه، درجه الاختلاف البرسنت المسموح بيها. اوكي، ففي موديل مشهور جدا اللي هو البيولوجيكال فاريشنز، فيعني البيرميسبل رينجز اوف ESfEQA هي يعني البيولوجيكال فاريشنز يعني وان اوف ذا سورسز، يعني او ريفرنسز اللي اتبنت عليها الريفرنسز بتاعت ESfEQA. ممكن محتاجين يعني اتكلمنا عن ان ممكن جدا تبقى ساتسفاكتوري الريزلتس بتاعتك تبقى اكسبتد، لكن ستيل يبقى فيه بايس. هنا ده مثال، بس ده مثال لحد بيشتغل اكتر من عينه في نفس السايكل، which is not the case يعني بالنسبه لحضراتكم. اوكي، كل العينات بتاعته اكسبتد، كل ده زد سكور يا جماعه، 0.8 1.7 0.8 0.7، كلها اكسبتد، لكن كلها بوزيتيف، كلها في اتجاه واحد، يعني انت دايما higher than the target value، فده انديكيشن ممكن يكون فيه مشكله. ده جزء من فكره ان انت تنهانس اليوتيليتي بتاعت البي تي بارتيسيبيشن، ان انت بتديتكت ان ممكن يكون فيه بايس حتى لو انت ساتسفاكتوري. البلوت ده لو حضراتكم شايفين البلوت ده، ده على فكره يمكن هنا مش ظاهر، لكن ده تو ستاندرد ديفيشن، الابوف واللور ليميتس دي تو ستاندرد ديفيشنز، فكل البوينتس دي اكسبتد، يعني accepted Z score.
not exceeding 3 Z score. لكن مع ذلك ملاحظ ان كلها تحت المين. دي عينة واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. انا دايما تحت المين في comparison. فهنا ده يعني دي real albumin results. فبالتالي يعني خلينا في البلوت اللي تحت ده. يعني ده you would be familiar with this plot اكتر. لان ده Z score over samples. اوكي. دي another case. احنا يعني يمكن هنا كنا بنتكلم في البلوت ده Z score دايما blue mean for comparison. اوكي فانا دايما accepted لكن دايما blue mean for comparison ده حاجه له معنى. ده اللي احنا عايزين. هنا احنا عندنا increasing points. اوكي يعني انا كنت البوينت كانت near one standard deviation blue mean for comparison. The SDI is increasing to the upper range for 4 consecutive samples. Still accepted. لغاية آخر point أنا accepted. لكن ده مفروض يكون warning إن أنا ممكن يكون عندي مشكلة لسه هتظهر لي within days within weeks. بس بيحصل يعني you can prevent. وفي بعض البارامترز اللي ما بيتعملهاش frequent calibrations. مش معنى كلامي ده ان frequent calibration is a good practice يعني على طول. مش ده القصد. بس يعني احيانا بيبقى في methods calibrated على فترات لان هي اصلا stable في overall stability. الانترنال كيو سي از اوكي. ما عنديش سيجنال ان انا عندي مشكله. البي تي الانكريزنج ترند وطبعا شبيه لي الكيو سي تشارتس الانترنال كيو سي تشارتس ممكن يسيجنال ان انا عندي مشكله جايه في الطريق. اوكي او مش شرط يعني هي مش جايه في الطريق بمعنى ان هي تظهر في يوم لكن عندي كوميوليتيف بايس. اوكي عندي جريدولي انكريزنج بايس ممكن يسمع معايا بقى بشكل كلينيكالي سيجنيفيكانت مع الوقت. Again احنا العنوان بتاعنا ايه يا جماعه؟ العنوان بتاعنا دلوقتي enhancing the utility of PT participation. ازاي ان انت detect trend to detect bias. ازاي ان انت detect problem even you are satisfactory with accepted Z score. نراجع مع بعض الكيس ستادي دي. دي real data. كرياتينين Z score results على مدار 5 samples. Accepted Z score. يعني I think ان كلنا فاهمين خلاص ان ده المين. ده مش المين سوري. ده هنا هيبقى الخط ده بيمثل زيرو زد سكور. ده الايديال يعني ايه زيرو زد سكور؟ يعني الفرق بيني وبين المين فور كومباريزن زيرو. ذا سيم ريزلت بالظبط. اوكي ده زيرو زد سكور انا قريب منه يعني على مدار 3 عينات. العينه الرابعه الزد سكور returned 2 اللي هي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن ال upper limit of satisfactory. اوكي beyond 2 يبقى beyond 2 يبقى عندنا warning signal. طيب هنا بنتكلم ان من ضمن ال enhancing utility ان انا ال warning signals are sometimes warning signals فعلا. يعني ايه؟ يعني ان انا مش دايما اتجاهل لان في ناس بتتعامل مع الاس دي اي او زد سكور بتوين 2 اند 3 ان هو ورننج سيجنال يعني مفيش مشكله. اوكي يعني ستيل في السيف سايد. طيب دي حاله الزد سكور كان 2 في دروب كده ممكن نعتبره دروب مفاجئ للعينه رقم 4. الحقيقه ويز انفستيجيشن المعمل اكتشف ان ذا سيم داي اوف تيستنج
يعني in the same day اللي حصل فيه تيستنج لعينة البروفيشنز تيستنج دي كان الكيو سي جراف بتاعه بالشكل ده. بالتأكيد طبعا حضراتكم فاميليير مع الشكل ده، ده بيعبر عن 2 to S deviation rule، يعني لو بنتكلم لو المعمل is implementing أو following Westergaard multi rules المشهورة. اوكي فهنا بنتكلم على 2 to S rule drop عنيف زي ما انتم شايفين، even في level هو near 3 S كمان مش 2 S. اوكي فهنا بنتكلم على warning signal في الحقيقة with investigation كانت هتوصلني ان في real drop في ال QC chart neglected او يعني not detected او يعني not monitored timely من خلال الستاف في المعمل. اوكي وممكن جدا يكون ده مبني يعني reflected في ال patient samples ب clinical significant error. يعني بالمناسبة يعني برضو عشان ما بقاش ب over estimate او ب exaggerate الـ الامور، هو مش شرط دايما، يعني مش شرط دايما ان يبقى عندي clinical significant error. اوكي لان حسب يعني وارد يكون الرينج اوف كيو سي هو اصلا تايت. يعني هنا في اسئله كتير بقى، يعني هل المعمل implementing in house statistics وبي establish his own standard deviation، يعني تفاصيل اخرى، بس يعني في الاخر at least such signals يعني should initiate investigation على الاقل حتى لو هي warning. طيب هنشوف كيس ستادي لطيفه جدا وهنتكلم بعدها على ريبورتس كده في دقائق لاشهر سيكشنز في الريبورتس بتاعت ESfEQA، وبعدين في موضوع اخير عن الترابل شوتنج اوف فيليرز. يعني انا رايي ان احنا ممكن ناجله لانذر ويبينار، لانذر حتى ريكوردد ليكتشر، لان الموضوع بتاع الترابل شوتنج اوف فيليرز موضوع مهم ولطيف، ويعني عايزين نتكلم عن هاو تو ستاندردايز الرود ماب او الفلو شارت اوف ترابل شوتنج، وهنتكلم عن بعض الجايد لاينز. فيعني ايم ريكومندنج الحقيقه يعني من وانا بحضر الويبينار يعني بفضل ان الجزء الاخير ده ان احنا نناقشه في مره ثانيه، لكن انا هكتفي هنا بكيس ستادي واحده، وبعدين بان انا هعدي على سكرين شوتس كده من الريبورتس بتاعت ESfEQA، سامبل ريبورت اوف ESfEQA. اوكي طيب الكيس ستادي دي فوسفيت ايفالويشن. طيب ده ESfEQA report for clinical chemistry 12، ده in contrast to clinical chemistry 4 مثلا. احنا يعني by the way يعني نراجع ان ESfEQA فيها بعض البروجرامز اللي بتبقى متاحه on monthly basis and on quarterly basis. ده anonymized report طبعا من غير اسم المعمل. يعني فوسفيت عينه بتاريخ كذا. طيب يعني دايما لما هنروح لاي بارامتر في الريبورتس بتاعتنا هنلاقي فريكونسي هيستوجرامز، اي فريكونسي هيستوجرامز العاديه جدا اللي احنا عارفينها في اللي خدناها في البيزك ستاتستكس. يعني اوكي الفريكونسي بتاعت المعامل قصاد الرينج اوف ريزلت. يعني نلاحظ هنا دي نتيجه المعمل. اوكي فيعني من الفريكونسي هيستوجرام كده واضح ان احنا مش included جوه المين او الرينج اوف الرينج اللي reported من الميجورتي اوف لابز. يعني اوكي طب احنا shifted to the higher range ولا to the lower range؟ احنا higher. التارجت مين بتاع الجنرال حضراتكم يعني الجزء ده دي الستاتستيكال اندكسس المهمه اللي احنا يعني حضراتكم تحتاجوا يعني تراجعوها. احنا هنا عندنا 3 جروبس 3 هايراركي بيتعمل statistical evaluation في ESfEQA against ال 3 levels. الجنرال يعني ايه الجنرال؟ نراجع مع بعض سريعا كده. يعني كل المعامل في الحاله دي في 206 معمل participating في البروجرام ده واشتغل العينه دي. اوكي واشتغل فيها الالكلاين فوسفاتيز سوري اشتغل فيها الفوسفيت. المين بتاع كل المعامل 7.1
الستاندرد ديفيشن احنا قلنا ان ده سيت باي ذا كوردينيتور، دي معناها ان هو بري ديفايند من ESfEQA، ده احد الابروتشز المعتمده اراوند 0.38. اللاب ريزلت 7.9 اوكي، فاحنا نتيجتنا اعلى من المين اوف اول بارتيسيبنتس. اوكي زي ما اتفقنا احنا ممكن نبقى ديفييتد عن المين بتاع اول بارتيسيبنتس، لكن نبقى يعني fairly good compared للسيم انسترومنت جروب. هل دي الكيس هنا؟ طيب بنروح للانسترومنت جروب اللي هم شغالين بنفس الجهاز تحديدا نفس الفيرجن، وده عدد مش كبير على فكره اوكي، لكن لما نروح للريجنت جروب هنلاقي عدد اكبر، يعني الناس ده روش سيستم اوكي، فالناس اللي شغالين بروش ريجنتس بشكل عام عدد اكبر من المعامل من اللي شغالين نفس الفيرجن بتاع الجهاز ده تحديدا. لكن في الحالتين الريزلت بتاعتي اعلى من الريزلت of the general group of the instrument group of the reagent group انا 7.9 versus 7.1 7.3 7.14 وهكذا. وبالتالي الزد سكور دايما اللي هو الزد سكور اللي هو نتيجتي ناقص نتيجه المين فور كومباريزن مقسومه على الستاندرد ديفيشن، الزد سكور 2.1 1.5 2. طيب السؤال، هل الزد سكور ده اكسبتد؟ يس اكسبتد، ده المين ميجر فور for laboratory performance او الاكسبتنس كرايتيريا not exceeding 2 يعني الجنرال 2.1 يعني اوكي. لكن المور ريليفنت ليا اللي هم الانسترومنت جروب دي لو موجوده بعتبرها هي المور ريليفنت اللي بحاسب يعني بحاسب نفسي بيها، والريجنت جروب الاس دي اي او الزد سكور not exceeding 2 بما يعني ان انا اكسبتد. طيب دي بتبقى detailed statistical comparison، بيبقى عاملين detailing للجروب of instruments، يعني هنا روش كوبس بيكمان كولتر مايند راي سيريس ابوت اركتكت اوكي اورثو كلينيكال دايجنوستكس اند سو اون، كل جروب من دول النمبر اوف لابس قد ايه، كل ما يبقى اعلى كل ما الريلايبيليتي اعلى، التارجت مين بتاعهم قد ايه، وهنا على تفصيل على مستوى الريجنتس اوكي. طيب ايه الاوبزرفيشن هنا؟ الاوبزرفيشن ماي ريزلت لكن 7.9 تقريبا اعلى من معظم البارتيسيبنتس باختلاف الاجهزه وباختلاف الريجنتس اوكي. طيب يعني this is not the whole issue، يعني مش فكره ان انا في يعني ربما انا في السامبل دي المعمل ده كان ديفييتنج في السامبل بايز في السامبل دي بالخصوص. لما نروح لشيورت تشارت او ال جي تشارت او يعني التشارت اللي بتبلوت البوينتس اوفر السامبلز، ايه الملحوظه اللي ممكن يعني تظهر ليا هنا؟ ان في اوفر اول شافت تو ذا هاير رينج، يعني على مدار 10 مانثس تقريبا الزد سكور اوقات كتير اكسبتد واوقات مش اكسبتد، لكن في كل الحالات اباف المين اوكي. فده انديكيشن ان في يعني ما يسمى بوزيتيف بايس. طيب نرجع تاني لي ايه اللي ممكن استفيده او بعض الانفورميشن اللي ممكن اعملها اكستراكشن من البروفيشنز تيستنج. هل انا ببقى ديفييتد بشكل اكبر؟ على سبيل المثال زد سكور هنا اكسيدنج 3 اوكي، هنا اكسيدنج 3 اوكي، هل انا ببقى ديفييتد اكتر عند كونسنتريشنز معينه؟ ده ممكن اعمله ديتكشن ايضا من خلال الريبورت ومن خلال الكوميوليتيف ريزلتس بتاعتي. يعني لو عملنا فوكس كده هنلاقي هنا مكتوب ايه، يعني هنا مكتوب مثلا دي العينه رقم كذا تاريخ كذا، ده غالبا بيبقى الديدلاين اوكي، التارجت فاليو كانت 6.099، الزد سكور كان 0.9 واضح ان هو اقل من الواحد مباشره اوكي. فالقصد هنا ان الكونسنتريشن مكتوب 6.9
ده الكونسنتريشن والزد سكور اكسبتد، بغض النظر ان في اوفر اول بايس. لكن كمان لو رحت للاكستريم زد سكور هلاقي ان الكونسنتريشن ريكوردد هنا 2.9 في الحاله دي، 2.9 والزد سكور اعلى من 2، 2. زد سكور اعلى من 3، في حين هتلاقوه confined جوه ال 2 standard deviation لما بكون 6.0، لما بكون 4.3، لما بكون لما بكون 7.1. رغم ان كل دول borderline احيانا في positively biased دايما، لكن كمان فكرة ال concentration based assessment ان انا اوقات بيبقى عندي باد بيرفورمانس عند كونسنتريشنز معينه، ودي طبعا فكره مش غريبه، يعني احنا فاميليير مع فكره ان اوقات كتير الاناليتيكال سيستمز بتبيهيف بشكل اسوا او بشكل فيه ام بريسيجن اعلى عند اللو كونسنتريشنز. مثلا اللو كونسنتريشنز بتبقى فيري كومبيتيتيف، اوكي، لكن وات ايفر، يعني اوقات كتير بنلاقي نفسنا accepted samples non accepted accepted non accepted. نيجي ندور على ال unsatisfactory بلاقي نفسي عند region معينة، ده ممكن يساعدني في الانفستيجيشن، يعني سواء حاجة هقدر أصلحها أو حتى أتكلم فيها مع ال technical support من المانوفاكتشر، أو حتى تديني evaluation عن الميثود دي بشكل عام لاختياراتي بعد كده. ده ايضا البلوتنج على مستوى الانسترومنت وعلى مستوى الريجنت، هوصل فيه يعني هوصل منه تقريبا لنفس المعلومات اللي انا قلتها. يعني الريبورت سامري ده حضراتكم هتلاقوه دايما في بدايه الريبورتس بتاعتنا، بيبقى فيها السامري كل البارامترز مع بعض وكلهم ايفالويتد اجينست الجنرال انسترومنت ريجنت. اوكي، قد يكون يعني بعض من حضراتكم not familiar مع الإيفالويشن بالشكل ده، لكن هو familiar مع بعض البرامج الأخرى اللي بتكتب إيفالويشن against one group منهم، وبعدين حتى ممكن تحط الباقي كaddition information. لا، هنا هو بي دايما بيحط الـ three categories where appropriate، يعني أوقات بيبقى مش appropriate إن هو يevaluate against group معينة، أوكي، يعني لأسباب أو أخرى. طيب ايه الاكشن اللي انا هعمله؟ ببص دايما على التارجت فاليوز، ببص انا ايفالويتد على مستوى كام جروب، جنرال انسترومنت ريجنت، نتيجتي والزد سكور. طيب انهي زد سكور؟ يعني هفترض حاله زي دي الزد سكور 2 1.6 1.7، هنفترض ان ال2 دي اكسيدنج ال2، هل هعتبر نفسي كده اكسبتد ولا نون اكسبتد؟ يعني دايما بكونسيدر الموست ريليفنت جروب، ده اسفيكا بتقوله بشكل صريح اللي هو ايديالي الانسترومنت جروب. اوكي، اوقات ما بيبقاش الانسترومنت، يعني بس يعني الاساس ان هو الانسترومنت جروب لو متاح والنمبر اوف لابس سفيشنت ان هو قادر يعمل ايفالويشن، فخلاص بعتبر ان انا لو اكسبتد مع الانسترومنت جروب فانا كده بحقق الحد الادنى المطلوب. السامبل ده هو لو في اي زد سكور اكسيدنج ال2 السامبل ده بيبقى موجود. ده سامبل مختلف بين 2 براكتس كده، ده معناها ان الزد سكور اكسيدنج ال3 كمان. لو اكسيدنج ال2 او اكسيدنج ال3 بنلاقي السامبل ده موجود حتى لو في 1 كاتيجوري بس من الثلاثه، فبالتالي احنا ما نتخضش لو لقينا سامبل او اليرت قصاد بارامتر وانا ممكن جدا اكون اكسبتد في الانسترومنت جروب تماما بشكل مش محتاج يعني اكشن سيجنال او كوركتيف اكشن زي ما الكتاب بيقول يعني. اوكي، حتى لو هستفيد من ان انا ابص على الصوره الكامله زي ما اتفقنا، لكن يعني تيبيكالي يعني ممكن جدا ما بقاش محتاج كوركتيف اكشن. ده ايضا statistical comparison coagulation جروب، بعض حضراتكم في القصر العيني مشتركين معانا في coagulation، بالمناسبه في majority of labs هنا هم شغالين بيستاجوا analyzers، ودي حاجه كويسه لان انا عارف ان استاجو منتشر في معامل جامعه القاهره، فبالتالي ده يعني هيخلي الكومباريزن ريلايبل. الجلايكيتد هيموجلوبين
glycated hemoglobin يعني اوقات بيبقى ال evaluation ايضا against the general و against the methods HPLC ولا immunoturbidimetry methods دي highly distinct. فبرضو بيبقى لطيف ان انا بص على الفروق يعني. ما ننساش الكونفيجريشن اللي اتكلمنا عنها في بدايه السيشن ال A1C اليونت بيرسنت NGSP مثلا مش 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 حاجه ثانيه مش IFCC. احيانا الحاجات دي بتعمل ايرينيس اوتبوت اوكي والستاف يلف حوالين نفسه ويحاول ينفستيجيت وفي الاخر يبقى فيه كونفيجريشن غلط ايفالويتد غلط يونت غلط. الحاجات دي بتحصل في بدايه الريبورتس بتاعت ESfEQA في كومنت سيكشن الماي ريكومنديشن. السكشن ده لطيف جدا يا ريت نقراه. بيبقى فيه حاجه اسمها جنرال كومنت وانلايت سبيسيفيك كومنتس اوكي. ده بيبقى كومنت مكتوبه بيزد اون يعني ذيس سبيسيفيك ايفنت يعني كاتب لكل تقرير وكل سامبل على حده. اوقات بيبقى فيها معلومات لطيفه جدا بتساعد في الانفستيجيشن او بتوجه بتلفت انتباهي لحاجات نقاط مهمه. هنا مثلا في جنرال كومنت ان في participants واضح ان هم مستعملين inconsistent units في الglycated hemoglobin IFCC versus NGSP زي ما كنت بقول مثلا. هنا بيقول بيدي تعليقات عامة بيقول most of participants مثلا مستعملين شغالين بإميونولوجيكال ميثود اوكي ال HPLC اقل ومع ذلك فالمين بتاع ال HPLC جروب كومبيرز فيرلي ويل مع الكالكوليتد مين بتاع الإميونولوجي. يعني في احد السايكلز مثلا في بروجرام انفكشس ديزيزز فيرولوجي تم ملاحظه ان في بارتيسيبنتس اللي شغالين على جهاز معين لشركه معينه. الجهاز ده كل البارتيسيبنتس في اماكن مختلفه الاوتبوت بتاعهم كان فولس بوزيتيف ريزلت مثلا اوكي. فدي حاجه بتبقى ديتكتد من ESfEQA بتتكتب في الكومنتس اوكي. يعني ده يعني هنا واضح ان المعمل ما عندوش مشكله ما عندوش يعني ديفكتد كنترول على الاجهزه بتاعته اوكي. هي از بيرفورمينج لايك هيز يعني ذير بير جروب. لكن واضح ان في مشكله في الميثود واضح ان في مشكله بالاصح في لوت اوف ريجنتس معين فخلى جروب اوف بارتيسيبنتس مدين فولس بوزيتيف لهيباتايتس بي سيرفس انتيجين مثلا اوكي. فهنا ESfEQA بتعلق على ده اوكي وبتعلق على ده بباك جراوند ان معروف السامبل دي في البريبريشن بتاع. احنا صحيح معتمدين على روبست ستاتستكس وبناخد الميم بتاع الناس بس احيانا بيبقى في مواقف لا ريبورتد في الكومنت بشكل صريح. يعني اتس نوت كونفينينت ان احنا نقول ان الجروب اللي بيستعمل الانسترومنت اكس كلهم ريبورتنج بوزيتيف بي سيرفس انتيجين واحنا عارفين في الباك جراوند وفي البريبريشن والمانيفاكتشرنج بتاع العينات دي ان هي نيجاتيف فور اتش بي سيرفس انتيجين اوكي. فضلا عن مقارنه حتى المعامل الثانيه او البارتيسيبنتس الثانيين اللي عندهم اجهزه ثانيه واللي مثلا الميجوريتي بتاعتهم ار ريبورتنج نيجاتيف ريزلت. لكن كمان احنا عارفين وعاملين تيستنج للعينات دي وعارفين ان هي شود بي نيجاتيف اوكي. فساعتها ممكن ده يبقى تدخل عن طريق ان ده كومنتد في بدايه الريبورتس. فالجنرال والسبيسيفيك كومنت اوقات بتبقى مهمه فياريت نطلع عليها. ده سايكل ريبورت يعني مش تقدروا تجنريت ده دلوقتي يعني بيحتاج فتره. كوميونيتيف ريزلتس بيبلوت الزد سكور بتاع المعمل على مدار السايكل واللور لاين والهاير لاين دول بيمثلوا الافريج زد سكورز. طب الافريج زد سكورز بتاعت ايه؟ اللي تحت ده بيبقى لاين فيه الافريج زد سكور بتاع الـ او سوري الابر
الابر بوردر ده بيبقى الافريج زد سكور بتاع الورست 10% اوف ذا لابس، يعني ال 10% من المعامل اللي هم يعني اكتر معامل بورلي بيرفورمينج، يعني ده الافريج زد سكور بتاعهم على مدار العينات، وبالتالي هو عالي يعني اوكي ما بين 1 واوقات اكسيدنج 2 واوقات اكسيدنج 3. واللي تحت ده هو الافريج زد سكور بتاع البيست بيرفورمينج لابس، البيست 10% بيرفورمينج لابس، فهو بي بلوت الزد سكور اوف ذا لاب ما بين ده وده عشان تقدر تقيم نفسك انت فين ما بين ال 10% البيست بيرفورمرز والورست بيرفورمرز اوكي. واتجاه الترينجل ده او اتجاه السهم ده بيقول هل الزد سكور نيجاتيف ماجنيتيود ولا بوزيتيف ماجنيتيود اوكي. بوزيتيف ماجنيتيود يعني احنا دايما يعني هنا في نيجاتيف ماجنيتيود دايما indicates ان احنا يعني الزد سكور دايما بالماينس، يعني احنا دايما اقل من المين فور كومباريزون اوكي. نكتفي بده زي ما قلت لحضراتكم يعني انا يعني وانا بحضر حبيت ان الجزء بتاع الترابل شوتينج يبقى شفت يعني تو انذر ميتنج ان شاء الله. احنا يعني النهارده اتكلمنا عن الجنرال فيتشرز بتاعت ESfEQA، عن الاكريديتيشن، عن ايه بعض البيست براكتس المفروض تتم، البيزك statistics او measures اللي بتبقى موجوده في الريبورت يعني الريبورت انتربريتيشن. اتكلمنا عن بعض التشالنجز اللي بتقابل برامج البروفيشنال اسيستنج عموما to be considered with ESfEQA or with يعني any other PT providers. يعني انا دايما بيبقى يعني رايي ان المعمل محتاج زي ما قلت يبقى ملم بالحاجات اللي his own homework، يعني his own homework ان هو يمونيتور الانترنال والاكسترنال كواليتي كنترول، ينيشيت كوركتيف اكشنز وير ابروبريت، يمبلمنت ده جوه انتجريتد كواليتي اشورنس وانتجريتد كواليتي مانجمنت سيستم اكتيفيتيز، يكوركت بشكل تايملي اي مشاكل، يعمل ترابل شوتنج. ده الاون homework بتاع المعمل. لكن في حاجات هي الهوم ورك بتاع البي تي بروفايدر اوكي. السامبلز قد ايه ار جود سامبلز يعني اوكي. الايفالويشن بتاع البي تي بروفايدر، في هوم ورك بتاع الاي في دي مانوفاكتشرز دايما، يعني ما ننساش دايما ان الكواليتي اشورنس اكتيفيتيز هي هدفها الديتكشن اوف ايررز، محاصره الايرور قدر الامكان، امبروف قدر الامكان. لكن في الاخر يعني I am not يعني exceeding ال capability of the method. يعني احنا يمكن النهاردة اشارت method capability والsix sigma اللي طبعا محتاجة session لوحدها اوكي. هو ال evaluation يعني ال capability of method دي وظيفة ال manufacturer، ال technology manufacturers. في خلاص في حد معين انا مش هقدر اتجاوزه، ده الهوم ورك بتاع المانيفاكتشرز اوكي. في هوم ورك للستاندردايزيشن اورجانيزيشنز وهكذا. لكن في الاخر الاويرنس، انهانسنج الاويرنس بتاع الامور دي بين اللابوراتوري بروفيشنالز، يعني اي بليف ان ده بيبقى له بوزيتيف امباكت بشكل كبير. يعني اوقات كتير المعامل بتبوش تكنيكال سبيسيفيك، يعني بتبوش الشركات بتبوش ان احنا محتاجين كذا. الاكريديتيشن بوديز اوقات لما بتوبليجيت ستاندردز معينه هي بدورها بتبوش في اتجاه امبروفمنتس في نواحي معينه. البي تي بروفايدرز ليهم دور كبير ان هم ايفالويت المعامل بشكل ابروبريت، وان هم يحطوا اكسبتنس كرايتيريا. يعني انا عارف ان تاني طبعا مش كل الناس بالتاكيد، لكن في يعني بعض يعني لو في بعض من الحضور هم مش اورينتد قوي بموضوع الاكسبتنس كريتيريا، يا ريت الناس يعني يقروا عنها بتوسع. البرميسبل رينجز مثلا موضوع ما يعني ما اتكلمناش عنه بتفصيل النهارده. البروفيشنال تيستنج بروفايدرز ليهم رول ان هم يحطوا كومبيتيتيف بات اتشيفبل ليميتس اوف بيرفورمانس. المعمل دايما يسيك ان هو يحقق البايس او البرميسبل رينجز دي، وازاي ان هو بعد كده ممكن يعني
يسيك other improved goals أو other more tight permissible ranges مثلاً. أوكي وهكذا. فبالتالي ده push جاي من PT provider نفسه إنه evaluate المعامل properly, he provide quality samples, establish permissible ranges to enhance the competition, إن المعمل يحاول يأتشيف الجولز دي. فهي rules shouldn't be fragmented, يعني هي should be integrated. وإلى يعني إن شاء الله لقاء آخر يعني, وبي سيف, وشكرا لحضراتكم.